عاقبت محمد عزمي بالسجن لمدة 7 سنوات وبتغريمه مبلغ 36 مليونا و376 ألفا و834 جنيها. أخيرا أصدل الستار على محاكمة الدكتور زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، فقد أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكما بالسجن المشدد على عزمي 7 سنوات وتغريمه وزوجته أكثر من 36 مليون جنيه، كما عاقبت رجل الأعمال جمال عبد المنعم حلاوة شقيق زوجة عزمي غيابيا بالحبس عاما مع الشغل والنفاذ بسبب اتهامهم بالحصول على الكسب غير المشروع واستغلال النفوذ. المتهم كان يشغل منصب رئيس ديوان رئيس الجمهورية، استغل نفوذي في الحصول على العديد من قطع الأراضي السكنية والفيلات والقصور والشقق السكنية، حصل عليها بدون وجه حق وبمبالغ زهيدة، وكان البائعون يقومون بإعطاء هذه المبالغ خشية من منصبه. كانت النيابة العامة قد أشارت في مرافعتها أن زكريا عزمي ارتدى عباءة الفارس مشهرا سيفه لمحاربة الفساد في مصر في الوقت الذي جمع فيه ملايين الجنيهات بما لا يتناسب مع مصادر دخله، وجاء بأمر الإحالة أنه ثبت بتحقيقات جهاز الكسب غير المشروع أن عزمي حقق كسبا غير مشروع بلغت قيمته 42,598,000 جنيه من جراء استغلال نفوذه كرئيس لديوان الجمهورية وعضوية مجلس الشعب وتقلده مناصب قيادية في الحزب الوطني المنحل، فيما قام شقيق زوجته بإخفاء بعض الثروات العقارية المملوكة. قدرنا إن شاء الله نثبت كل هذه المخالفات بالمستندات والأدلة القاطعة، وهذا الحكم حكم رادع لكل من يسول له نفسه لسرقة أرض وأموال الوطن، فهذا الحكم حكم رادع. كان أمر الإحالة قد أوضح أنه ثبت من التحقيقات اشتراك عزمي مع رؤساء مجالس إدارة الصحف القومية السابقين في الاستيلاء على أموالها بالحصول على هدايا بالملايين مقابل المد لهم بعد السن القانونية. الحكم على زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق حسني مبارك بالسجن 7 سنوات، هل هو حصد لثمار ثورة 25 يناير التي طالبت بالتخلص من الفساد؟